سفيان وش تحكي لنا اليوم؟ شوف الحكاية ببساطة، تعرف حنا العلاوات بأثر رجعي ومدري بث، ترى أنا من زمان اخترعتها. أنا أقدم يتيم في العالم، ولدتني أمي الله يرحمها بعد ما مات أبوي بسبع أشهر وثمانية أيام. بعد ما ولدتني وأنا بثاني ابتدائي جاء ولد صغير ما حل الواجب، قالوا مدرس ليه ما حبيت الواجب؟ قال والله أبوي مات متوفي. قالوا خلاص سامحه. أنا جيت بعد أسبوع حلوت اللعب لي، أنا مو معقول أبوي مات وأنا جنين بستفيد من الميزة هذه. فقال لي ليه ما حليت الواجب؟ قلت أبوي مات. قال الله يرحمه يطبطب علي وكذا. ومن بكرة قال لي ليه ما حليت الواجب؟ قلت له أبوي ميت. بعد ثلاثة أيام قال لي ما حليت، قلت أبوي ميت. قال كم أب عندك؟ قلت له واحد. قال لي متى مات؟ قلت له قبل ثمان سنين. ويصقعني كف، قال لي يا حيوان تضحك علي، أنا حسب أبوك مات أمس. قلت لا هو مات من زمان، بس أنا شفت كل الناس استفادوا من الميزة دي وأنا ما استفدت منها، فأخذتها مثل رجعي. ما تفوتها. طيب نشوف.